أخيراً سمحوا لباك ورجاله بالبدء في العمل. شكراً لك يا معلمنا. أنا لا أريد شكراً يا بنيتي. وماذا تريد؟ أريد شيئاً من الملاطفة والملاينة في معاملة كهنة آمون ومكافأتهم ببعض العطايا والهبات. أنا أريد أن أكافئك أنت يا معلمنا على ما قمت وتقوم به من أجلنا. هذا واجبي يا صاحب الجلالة، واجبي نحو ديني وبلدي ومليكي. أنا مصمم على أن أمنحك لقباً يتناسب ومكانتك في نفوسنا وما تبذله من جهد لنا. ما رأي مولاي الفرعون في لقب الأب الكريم؟ أحسنت الاختيار يا مليكتي. معلمنا الحكيم، أنت من الساعة الأب الكريم. يا له من شرف عظيم يا مولاي. الأب الكريم؟ وهل تشعر حقا بأنك أب لهما؟ منذ عرفتهما وأنا أشعر بالأبوة نحوهما. كيف حال زوجتك؟ ما الذي ذكرك بها اليوم؟ علمت أنها مريضة تلازم الفراش. هي كذلك منذ سنوات. لم أعلم إلا اليوم. أرسلت في طلب الطبيب بيمبو، فقالوا إنه ذهب يعالجها من أزمة شديدة. نعم، فاجأتها الأزمة في الصباح الباكر. مسكينة، أدعو الآلهة أن تمن عليها بالشفاء. شكرا لك يا صاحبة الجلالة، وإن كنت أعتقد أن هذا الدعاء لن ينفعها. أهي على التوحيد؟ وهل يعقل أن تكون زوجتي من غير الموحدين؟ لما لا؟ أنت تريد الزواج مني وأنا من غير الموحدين؟ ومن أدراك أنني سوف أدعك على دينك؟ هي إذن مؤامرة على ديني. بل هي محاولة إنقاذ لك منه. وهل استغثت بك لكي تنقذني منه؟ لا، ولكنني أحبك يا تي، والحب يفرض علي ألا أدعك تتخبطين بين آلهة عاجزة لا حول لها ولا قوة. عما تبحثين؟ عن كتاب سمعت به. ما اسمه لأساعدك؟ شكرا، سأبحث عنه بنفسي. لو أنك ذكرت لي اسمه لأحضرته لك على الفور ووفرت عليك الجهد. يلذ لي أحيانا أن أتعب نفسي. ويلذ لك أحيانا أخرى أن تشقي نفسي مع نفسك. إني أتكلم عن نفسي أنا. نفسي ونفسك توأمان يا تي. هذا كتابي الذي كتبته عن التوحيد في مصر من عهد إدريس إلى إبراهيم إلى يوسف. أعرف. ولماذا تريدين قراءته إذن؟ لن أجيب سؤالك. لا بأس، لا بأس، مجرد اهتمامك بالقراءة عن التوحيد بشير خير. ماذا تعني؟ قد ينشرح قلبك للدين الحق فتدخلين فيه. ولماذا تهتمين بالقراءة عنه إذن؟ اهتمام الإنسان يشمل ما يكره كما يشمل ما يحب. ما يكره لكي يبعده عنه، وما يحب لكي يقربه منه. ولولا تدخل الحكيم آي لفض النزاع بين الفرعون وكهنة آمون لاشتد وتحول إلى صراع دموي هائل. وأرجو أن تعلموا يا سيدي الحاكم عزيرو أن هذا النزاع لم ولن ينتهي، فالقلوب مشحونة بالبغض ودعوة التوحيد تنتشر بين الناس، وهذا أمر يزعج كهنة آمون ويجعلهم يتوجسون خيفة من ذلك الفرعون الجامح الذي يتزعم دعوة دينية يريد نشرها في مصر والخارج ولو كلفه الأمر حياته.
فالكهنة يخافون ضياع ما تهيأ لهم من مجد وثراء وسلطان بفضل عبادة آمون، والفرعون رغم إطلاقه حرية العبادة يتحيز لدعوته ويضاعف من إكرامه لكهنة الآلهة الأخرى ليضعف من السيطرة التي يتميز بها كهنة آمون. لم يذكرني بكلمة واحدة في رسالته. صبرا يا رفقة حتى تستمعي لبقية الرسالة، أكمل يا مولاي. هذا وسوف أوافيكم بكل جديد يقع على أرض مصر أولا بأول، وفي ختام رسالتي أرجو أن تكون زوجتي في أحسن حال، وأن أجتمع بها في القريب على أرض الوطن العزيز أموريا. والحق أقول إن الشوق قد استبد بي، وإن الحنين إلى زوجتي قد اشتد، ولولا ما كلفتني به يا مولاي من أمور تعود بالنفع على أمورية الوطن لتركت كل شيء هنا وعدت إليكم. دعني أذهب إليه يا أخي. لا تكوني بلهاء يا رفقة. كيف؟ لو علم المصريون أنه تزوج منك لا شكوا في أمره، ثم إن بقائك هنا يجعله حريصا على تنفيذ ما أطلبه منه بكل اجتهاد وإخلاص. وهل سترد علي؟ دون جدال، وسوف أرسل إلى الفرعون بعض الهدايا بمناسبة الانتهاء من معبده الجديد. على هذا الجدار تكتب عبارة إلى هنا الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد. وماذا عن بقية الجدران؟ بعد أن يتم البناء ويستكمل شكله النهائي سنكتب عليها الأشعار التي تفضل مولاي بتسليمها لي أمس. على هذا الجدار سنكتب إلى هنا القادر بلا حدود، المهيمن على كل الوجود، الذي يخلق ولم يخلق، يرزق ولا يرزق، والذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ما أعظم أعمالك، كلها بدقة صنعت وكلها لحكمة جعلت. رائع يا باك، عظيم يا صديقي. وماذا عن هذا الجدار؟ سنكتب إلهنا العظيم، لك الحمد والثناء والشكر، يا من تشبع الجائع وتكسو العاري وتشفي المريض وتنتقم للمظلوم، يا من تحول ظلام الليل إلى نهار وضوء النهار إلى ليل حالك. خلقت الإنسان وسخرت له كل ما في الوجود، بك تم السرور وأترع الكون بالنور. سلام لصاحب الجلالة أخناتون بطل التوحيد. وللموحدين جميعا السلام. بارك الإله لنا في معبدنا وبارك لنا في ديننا وأعاننا على أعدائه.
وقدرنا على نشره وذيوعه في العالم كله. ادخل يا وعب. كيف يكون معبدا بلا تماثيل ولا رسوم للإله؟ وما حاجتنا إلى ذلك؟ من حق الناس أن يعرفوا شكل إلههم. الإله الحق لا يحد بصورة ولا يحدد برسوم مهما كان. وكيف يعرفه الناس؟ يعرفونه بمظاهر قوته، بجميل صنعه، بعظمة خلقه، بإبداع فنه، بسيطرته على الفلك الدوار دون أن يختل أو يضطرب. كيف أيها الفرعون؟ وعب، من يتجاهل لا يلبث أن يصبح جاهلاً. أنا لا أتجاهل، ولكني أريد أن أعرف. لكي تعرف فكر، فكر في هذا الكون ومن كونه، تعرف أنه الإله القادر المبدع. تأمل نفسك وانظر إلى جسدك ومكوناته واسأل نفسك، من الذي يحفظ عليه الحياة حتى يجيء أجله؟ انظر إلى بذرة الحياة، تحملها أنثى الإنسان أو الحيوان أو بطن الأرض، فتصبح جنيناً، ثم لا يلبث هذا الجنين أن يصبح مخلوقاً سوياً بأمر الواحد الأحد. حقاً، ولكن لماذا تصرون على أنه إله واحد؟ لما لا تكون له زوجة وابن وأعوان وشركاء؟ ولما يكون له كل هؤلاء؟ ليساعدوه ويكونوا عوناً له. العاجز هو الذي يحتاج إلى المساعدة والعون، والعاجز لا يصح أن يكون إلهاً يا وعب. ما كان يجب عليك أن تذهب إليهم وتناقشهم هذه المناقشة الطويلة غير المجدية؟ ولما لا يا سيدي؟ أنا لا أريد أن يقوم بيننا وبينهم حوار حول دينهم أو ديننا. كنت أظن أنني سوف أفحمهم وأقنعهم بفساد معتقداتهم. وهل استطعت؟ لا، لم أستطع، وليس السبب ضعفا مني أو قصورا أو عجزا عن الإقناع، وإنما هو شدة تحمسهم لدينهم وإيمانهم بأنه هو الدين الحق. ما هذه الرسالة يا مولاي؟ رسالة عظيمة من صديق عظيم. من هو؟ عزيرو حاكم أمورية، وقد أرسل معه 3 جميلات وبعض التحف كهدية لي. وماذا أنت فاعل بالجواري؟ أمرت بإرسال 1 إلى عان، والثانية إلى وعب، والثالثة أرسلتها إلى حور محب. آن الأوان لكي يتزوج وينجب أولاداً يسعد بهم. مولاي، رفض القائد حور محب قبول الجارية. رفض؟ أجل يا مولاي، رفض تماما، وقال إن عمله كقائد للجيش لا يسمح له بأن يستخدم في بيته جارية ليست مصرية الأصل. فاجأة رائعة يا مولاي، هذا شرف عظيم ما كنت أحلم به. سأني أن تنقطع عني في الفترة الأخيرة. لا أخفي عليك يا مولاي،
لقد عشت الفترة الأخيرة في إحباط ما بعده إحباط. لماذا؟ أتسألني لماذا؟ أجل يا حور محب، وإني لا أرجو أن تجيبني بصراحة تامة وألا تخفي عني شيئا. ما رأيك يا مولاي في جواد قد تهيأ واستعد للانطلاق، وعندما حانت اللحظة الحاسمة أوقفه صاحبه فجأة؟ ألا تلزمه فترة من الزمن ليستعيد فيها توازنه؟ خذ اقرأ هذه الرسالة. كلام معاد، سبق أن كتبه لمولاي عشرات المرات. ألا تزال تشك فيه؟ أجل يا مولاي. تعجبني صراحتك يا صديقي حور محب، ولا أضيق بها أبدا. شكرا يا مولاي، وأرجو أن تخيب الأيام ظني في عزير. أمس وضعوا القاذورات داخل معبدنا، وأمس الأول فعلوا الشيء نفسه، واليوم تكرر هذا منهم. فلنصبر ولنحتمل يا مهو. منذ عينت مشرفا على معبد التوحيد، وأنت تنصحنا بالصبر وتحمل كهنة معبد آمون، لكنهم لا يكفون عن سوء فعالهم. ليس أمامنا إلا هذا يا أخي. ولم لا أذهب إلى الفرعون وأعرفه بأنهم يفعلون كل شيء كي يلوثوا معبدنا وينال من طهارته وقداسته؟ لو أنك فعلت هذا لغضب الفرعون منهم وثار عليهم، وقد يتصرف تصرفا عنيفا معهم، وهذا يجعل الصراع يشتعل من جديد ويشتد بين كهنة آمون والفرعون مرة أخرى، وهذا ما لا نريده. وما العمل؟ اذهب إلى الحكيم آي واعرض عليه الأمر، وسوف يتصرف هو التصرف السليم. أنا لا أصدق أن قداستك ترضى عن هذا التصرف العابث، أو توافق على أن تعود الخلافات من جديد. أنت على حق أيها الحكيم آي، أنا لا يرضيني هذا أبدا، ولا يعقل أن أوافق على أي تصرف يسيء إلى الفرعون بعد أن تحسنت العلاقات بيننا وبينه بفضلك أنت يا صديقنا، وبعد أن آثركما بالجاريتين الجميلتين اللتين بعث بهما إليه عزير حاكم أمورية. أتعني أنه أرسل إلي إحدى الجاريتين؟ أجل يا صديقي واع، ولكني لم أسمع عنها شيئا ولم يصلني شيء بعد. هذه أمور نسويها بيننا فيما بعد. أرجو أن تبلغ الفرعون أسفنا لما حدث. الأمر لا يزال بيني وبين محو المشرف على المعبد. تعني أنه لم يصل إلى الفرعون بعد؟ أجل يا صاحب القداسة، لم يصل إليه بعد. إذن فبلغه شكرنا على الجاريتين. بلغه شكر قداستي فقط، أنا لا أشكر هذا الفرعون مهما فعل. واعد. والآن يا صاحب القداسة، ماذا أنت فاعل لوقف هذا العدوان على معبد التوحيد؟ سأصدر الأوامر بالتوقف عن ذلك فورا، ومن يفعل يعاقب. كان بودي أن أقضي معكما يوما كاملا، ولكن العمل الذي يتراكم في انتظار عودتي إليه يحتم علي أن أعود سريعا. شكرا لكم. أنا لم أرك في حياتي، ولم أتوقع أن أراك على هذه الحال من الرغبة في التفاهم مع الفرعون وأتباعه وإرضائهم.
لابد من ذلك يا وعد. كيف تغيرت هكذا يا سيدي؟ أنا لم أتغير ولن أتغير في يوم من الأيام. في رأسي فكرة أريد تنفيذها، والتنفيذ يحتاج إلى تمهيد، والتمهيد هو ما أقوم به الآن من إبداء الرغبة في التفاهم. وما هي تلك الفكرة يا سيدي؟ ستعرف عنها كل شيء في الاجتماع الذي سأعقده هنا بعد منتصف الليل. مغفرة لهذا الفرعون الكافر، ولا معنى لبقائه على العرش بعد أن كفر بأمون وتحدى آلهتنا وبنى بالقوة معبدا لإلهه على ساحة معبد أمون. إننا لا نستطيع طرده أو عزله أو دفعه للتنازل، ولكننا نستطيع قتله. قتله؟ اغتياله. كيف يا صاحب القداسة؟ لقد رتبت أنا كل شيء بحيث لا تحوم حولنا أي شبهة، وإني أنصحكم بالتظاهر بالحزن عليه، بل أطالبكم بالبكاء والعويل أمام الناس عندما يذاع خبر موته. أجهزت عليه؟ لم أتركه إلا جثة هامدة. لم تنس الآلهة لك هذا الصنيع؟ أنا في خدمة الآلهة وخدمتكم يا سيدي. ما لك ترتعد هكذا؟ ما زلت مأخوذا بمنظر الدماء التي سفكتها منذ قليل. الكأس تريحك وتمنحك السعادة الأبدية، اشربها دفعة واحدة. ما أشد حرارتها وما أعذب نشوتها. انتظر حتى يسري مفعولها في بدنك. Come on.